السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة شيف ليلى غاسترونوميك. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنحضروا مع بعضياتنا العجين الخاص بالحلويات ديال اللوز. فبالنسبة للمقادير غادي نحتاجو عندنا 500 غرام ديال دقيق الفورس الخاص بالحلويات، عندي جوج ديال البيضات، ربع كاس ديال الكونفيتور الخاص بالحلويات اللي تيكون جاري، عندي نص كاس ديال الزيت، وعندي الماء زهر باش كنجمعوا الخليط. ندوز على بركة الله طريقة التحضير. اذا كناخذ الدقيق ديالي، كنضيف له شويه ديال الملح، يعني قبصه ديال الملح، وكنوضع البيض، وكنوضع الكونفيتور كامل، كيف قلت لكم الكونفيتور خصو يكون خاص بالحلويات، يكون جاري ما يكونش فيه الطروفة. كنزيد عليهم الزيت هذا الشكل، وكنبدا كنخلط هاد العناصر مع بعضها حتى كتخلط ليا كلها مع الدقيق. ما كنزيدوش الماء زهر دابا، هنا من بعد ما كيصبح لينا هذاك الزيت والبيض وداكشي كامل المنساج بلينا مع بعضياتنا، فاحنا غندوزو باش نعجنو. اذا انا عندي في البلون طراي ديالي غادي هو اللي كنعجن فيه، فكنوضع فيه الخليط على هذا الشكل. اوكي، وغادي نبدا نزيد الماء زهر بشويه بشويه، دونك نزيد غير شويه لانه العجينه ديال هذه الحلوه ديال اللوز فهي كتبغي انها تكون قاصحه باش في الخدمه ديالها ما كتعذبناش. ونبداو نعجنوا الخليط ديالنا. اوكي، نحاول اننا ما نجريوش من الاول حتى كنشوفوا الكميه اللي حنا غادي نحتاجوها ديال الماء زهر. اذا انا غنستمر على هذا الشكل حتى كنجمع العجينه ديالي كامله. اذا كيف كتشوفوا فانا كنجمع على هذا الشكل، هانتوما راه قاصحه. اوكي صافي، ما غنزيدهاش انا مازال الماء، لانه من اصلا اللي كتدار في البلاستيك الغذائي فهي كتزيد انها تطلق راسها. لحقاش ملي تنجريوها وكنبغيو نخدمو بها فما كتبغيش تجمع لينا العجين، كتولي جاريه ما نقدروش نشكلوها كيف ما بغينا، فنحاولو غير نخدموها مزيان، يعني ندلكوها باليد ديالنا. اذا كنبداو نشكلو حرابل اللي نقدروا نخدموا بهم. اوكي، على هذا الشكل، وهي راه كل ما كترتاح كتعطينا الطوع في الخدمه. اذا نحاولوا معاه لانه العجينه قاصحه، على هذا الشكل. وكناخذوا بلاستيك غذائي كنوضعو فيه هذاك الخربوش ونكملو العجينة كاملة. وبالنسبة للعجين فهي كنديروها في هذا البلاستيك وكندخلوها الثلاجة ترتاح على الأقل على الأقل واحد ما بين 4 حتى 6 سوايع، لكن هي من الأحسن أنها تبات في الثلاجة، يعني ليلة كاملة كتبات لينا العجين في الثلاجة باش كنلقاوها ارتاحت مزيان وتسهل علينا في الخدمه.
إذن كيف كتشوفوا، أنا بدأت كاملة في البلاستيك، أوكي، وغدا نسد عليها ونحطها في الثلاجة ترتاح. كنتمنى إن شاء الله الوصفة ديالي تكون نالت الإعجاب ديالكم، وكنتمنى أنكم تجربوها ودعموني في القناة ديالي وديروا لايك وسبسكرايب، وكذلك ديروا شير للفيديو. نشوفكم إن شاء الله في وصفة قادمة وفيديو آخر بإذن الله. خليت لكم راحة وإلى الملتقى.